بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت ظهر اليوم عن قائمة المترشحين المقبولين أولياً للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها. زيادة ب 25 مليون دينار في السقف الجملي لفوترة الخدمات المزداد للمضمونين الاجتماعيين في إطار اتفاق تعديلي بين وزارتي الصحة وشؤون الاجتماعية وصندوق التأمين على المرض. سوق الحدادين في حلة جديدة تجمع بين اللمسات الفنية ورمزية الألوان والأشكال، بادرة لفنانين تشكيليين تثمن المواقع التراثية في مدنين وتستقطب الزائرين لها. أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون اليوم خلال ندوة صحفية عن المترشحين الذين تم قبولهم أوليا للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وعددهم 26 مترشحا من بينهم 15 مترشحا تحصلوا على تزكية شعبية و11 مترشحا قدموا ملفاتهم بتزكيات برلمانية. أنهى اليوم مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات البت في مطالب الترشحات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وقد أعلن رئيس الهيئة نبيل بفون خلال ندوة صحفية أنه تقرر بصفة أولية قبول 26 ملف ترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 15 من سبتمبر المقبل، أي بنسبة قبول بلغت 26.8% من جملة المترشحين وعددهم 97 مترشحا. بعد التثبت من توفر الشروط القانونية في مطالب الترشح، ومنها توفر شرط التزكيات، قرر مجلس الهيئة ما يلي: بالنسبة للمقبولين هما 26، عدد المقبولين من الرجال 24، وعدد المقبولين من النساء هن 2. وأضاف بفون أن المقبولين يتوزعون إلى 24 مترشحا من الرجال ومترشحتين اثنتين، فيما تم رفض ملفات 71 مترشحا من بينهم 57 لغياب التزكيات ووصل الضمان المالي، و14 ملفا لعدم توفر التزكيات. وقد توزعت الملفات المرفوضة إلى 62 مترشحا من الرجال وتسع مترشحات. في ال 26 اللي اعطيناهم ما عندنا حتى حد متعلقة به قضية في التمويل الأجنبي، وبالتالي ال 26 هذوما باش يكونوا معنيين بالترشح ومواصلة المسار نتاع الانتخابات الرئاسية. وتنطلق مباشرة مرحلة الطعون أمام القضاء الإداري في طورين: الطور الابتدائي أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية، وطور استئنافي أمام الجلسة العامة القضائية. وبمجرد انقضاء هذه الفترة وصدور آخر الأحكام القضائية النهائية والباتة، سيتم الإعلان عن قائمة المقبولين بصفة نهائية في أجل أقصاها 31 من أوت الجارية. وفيما يلي قائمة أسماء المترشحين 26 الذين تم قبولهم من بين 97 تقدموا بمطالب ترشح للانتخابات الرئاسية: منجر رحوي، محمد عبير موسي، نبيل القروي، محمد لطفي المرايحي، المهدي جمعة، حمادي جبالي، حما الهمامي، محمد المنصف المرزوقي، عبد الكريم الزبيدي، محسن مرزوق، محمد الصغير النوري، محمد الهاشمي حامدي، عبد الفتاح مورو، عمر منصور، يوسف الشاهد، قيس سعيد، إلياس الفخفاخ، سليم الرياحي، سلمى اللومي، سعيد العايدي، أحمد الصافي سعيد، ناجي جلول، حاتم بولابيار، عبيد البريكي، سيف الدين مخلوف. في موضوع آخر، تم اليوم بمقر وزارة الصحة العمومية إمضاء الملحق التعديلي لاتفاقية فوترة الخدمات المزداد للمضمونين الاجتماعيين بالهياكل الاستشفائية العمومية لسنة 2018، والذي تم إعداده بالاتفاق بين وزارة الصحة وممثلي الصندوق الوطني للتأمين على المرض ووزارة الشؤون الاجتماعية، وسيدخل حيز التنفيذ ابتداء من غرة جانفي 2019.
الزيادة ب 25 مليون دينار، أي بزيادة 5% في السقف الجملي لفوترة الخدمات المزداة للمضمونين الاجتماعيين بالهياكل الاستشفائية العمومية، وزيادة بنسبة 10% في التعريفات للمرضى في إطار الإقامة الاستشفائية من بين بنود الملحق التعديلي لاتفاقية فوترة الخدمات المزداة للمضمونين الاجتماعيين بالهياكل الاستشفائية العمومية التي تم إمضاؤها اليوم. كما شمل الملحق اعتماد إجراء يمكن الصندوق الوطني للتأمين على المرض من التكفل المباشر بالعلاج لفائدة مرضى السرطان. المريض ما عادش يتنقل، هو السبيطار اترافير الكنام هو اللي يتكفل، معناتها بالمراحل هذوكم الكل المريض اول ما يتم تشخيص المرض نتاعو ديريكتومون يتنقل للقسم وين مش يصبوا له الدواء نتاعو، مش يتم التعميم بقدره ربي. هذه الاكسبيريونس تاع معهد صالح عزيز ماهيش باش تقعد وحدها. ويتضمن الملحق التكفل بمرضى الزهايمر بالاستشفاء النهاري بمستشفى الرازي والترفيع في التعريفات للعمليات الجراحيه على القلب المفتوح وفي تعريفه حصص تصفيه الدم. التكفل ببعض الأمراض اللي هي ما كانتش موجودة في المنظومة بتاع التغطية الصحية بالنسبة للكروفير، كان موجود سقف اللي بارابور للتكلفة حقيقية ما يجيش حتى 50%. دوك لذا هذوما الأمراض هذوما أمراض القلب والشرايين وليت التكلفة الحقيقية والمريض معناتها ولا المؤسسة الاستشفائية اللي تقوم بالعملية هذية يصير معناتها الرومبورسمون بتاعهم 100%. وأكد وزير الشؤون الاجتماعية محمد طرابلسي تقدم الصندوق الوطني للتأمين على المرض في عملية الإيفاء بالتزاماته تجاه منخرطيه والمؤسسات الاستشفائية. سنة 18 اللي هي قاعدين نخلصوا فيها توا تقريبا وصلنا 70%، ولكن الجديد قاعد يمشي. الصيدلية المركزية مثلا قاعدين نخلصوا فيها لكن في القديم، ولكن في الجديد مثلا 2019 حتى الجويلية تقريبا الصندوق أوفى ب 104% من مستحقات الصيدلية المركزية. ويدخل الملحق التعديلي لاتفاقية الفوترة للخدمات المزداة للمضمونين الاجتماعيين بالهياكل الاستشفائية العمومية لسنة 18 و2000 حيز التنفيذ ابتداء من غرة جانفي 19 و2000. المستشفى الجهوي بالقصرين يشهد هذه الأيام حالة من الاستياء وعدم الرضا من قبل المرضى مع مغادرة 5 أطباء بقسم الطب الباطني، ما خلف شغورا انعكس على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى. مغادرة 5 أطباء لقسم الطب الباطني بالمستشفى الجهوي بالقصرين خلف شغورا شبه تام ما تسبب في تردي الخدمات الصحية المقدمة للمرضى بالقسم، وأثار هذا أيضا استياء الطاقم الطبي والشبه الطبي بالمستشفى الجهوي بالقصرين الذي يشكو نقصا فادحا في الإمكانات والتجهيزات والمعدات، وهي عوامل ساهمت في خروج عدد من الأطباء إما بتقديم استقالة أو في إطار الإلحاق دون تعويض. قاعدين يخرجوا ما همش قاعدين يتعوضوا الطب، سواء معناتها يخرجوا للبريفي ولا يخرجوا كوبيراسيون، ما همش قاعدين يتعوضوا، ما همش قاعدين يتعوضوا، مش الدولة ماهيش حالة دي بوست، بل عزوف كامل للأطباء في القطاع العام، لأنه ظروف العمل ظروف معناتها أقل ما يقال عليها أن هي ظروف صعيبة ياسر. وفي هذا الإطار وتحت شعار نحب نعالج في بلادي، نفذ عدد من نشطاء المجتمع المدني بالقصرين وقفة احتجاجية طالبوا خلالها بالنهوض بالقطاع الصحي بالجهة ودعم المستشفى الجهوي بالقصرين بالمعدات والتجهيزات والطب الاختصاص. نقص في الأطباء، كيفاش نقص في الممرضين، نقص في الأسرة، نقص في جميع التجهيزات الموجودة. حتى نجمو نتمرمدو، عندي طفل صغير 3 سنين وقعت حريقه من السبيبه، جبناه من نفس المنطقه لهنا نشحت فيه مشي حد هولي تونس، قالوا لي لا. فما دي سيرفيس كيما البيدياتري فما فيهاش طب، فما دي سيرفيس كيما جينيكولوجي ما فيهاش طب، فما ما نحكوش على قسم الجراحه وقسم جراحه العظام، ما نحكوش على الطب الباطني، ما نحكوش على يعني باش نلقوا كان 3 أو 4 أطباء في قسم الاستعجالي. وخلال هذه الايام يشهد المستشفى الجهوي بالقصرين ايضا انقطاعات متواصله في التيار الكهربائي والمياه الصالحه للشرب، ما عمق من أزمة هذه المؤسسة الصحية التي تستقبل شهريا قرابة 14 ألف مريض.
في جندوبة واحتجاجا على تواصل انقطاع الماء الصالح للشرب في عدد من المناطق من بينها منطقة الحويزية وسيدي عبد الله وببوش وعين البيضة وغيرها، أغلق عدد من المتساكنين بمدينة عين دراهم الطريق الوطنية رقم 17. عملية الغلق التي طالت الطريق الرابطة بين مدن عين دراهم وتبرقة وفرنانة وجندوبة وعمدون من ولاية باجة أدت إلى تعطل حركة المرور بشكل كامل وسط حالة من الغضب طالت مستعملي الطريق الذين عجزوا عن عودة أدراجهم نظرا لضيق الطريق وطول المسافة التي توقفت فيها السيارات والشاحنات. رئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بجندوبة بشير بن سليمة أكد أن عملية الانقطاع جاءت نتيجة انسدادات داخل الشبكة المؤمنة لمياه الشرب وأعطاب نجمت عن عمليات الضخ الغير معتادة التي انتهجتها الشركة لمجاراة الطلب المتزايد على الماء خلال أيام العيد. بدأ حوالي 1.5 مليون من حجاج بيت الله الحرام منذ يوم أمس بالعودة إلى مكة المكرمة استعدادا لاختتام مناسك الحج بطواف الوداع. ووفق السلطات السعودية فإن المناسك لم تشهد أي حوادث كبرى وأن الخطط اللوجستية والأمنية والصحية كانت ناجحة بالرغم من هطول أمطار غزيرة في بعض الأيام. وكانت السلطات السعودية نشرت أكثر من 120,000 عنصر من قوات الأمن وأكثر من 30,000 من العاملين بالقطاع الصحي للحفاظ على سلامة الحجاج وتقديم الأسعافات الأولية لهم. في ولاية تطاوين تتواصل الأشغال في عدة طرقات رئيسية وفرعية بهدف تعصير الطرقات المعبدة والتي ساءت حالتها داخل 3 مناطق بلدية وهي بلدية تطاوين وبلدية غمراسن وبلدية سمار. مدينتا غمراسن وتطاوين تشهدان أشغال تهذيب وتعصير لعدد من الأحياء والطرقات التي كانت في وقت قريب نقاط سوداء يعاني منها مواطنو المنطقتين جراء تآكل البنية الأساسية بهذه الأحياء. نحب خدمة على قاعدة مش اليوم يهبط الماء والوقت ويهزها كل ربي وتعود نخدمة. يلزم دراسة فنية بحتة مع جميع المصالح السناد التليكوم كل شيء باش ما عادش تخرج الخدمة بعدين نخلوها نكسروا. البنية تخدم مرة واحدة ترتاح العباد ما يجيكش تاكسيس تركب معاه بنية ولا مرة ولا راجل كبير ما يوصلهاش يعني الحوم يقول لك كيسات مكسرة وكيسات كذا ما نوصلوهاش يطيش في آخر الكياس هذه ما نلقاش باش ياخذ تاكسي أخرى باش يطلع. أشغال التهذيب والتهيئة تشرف عليها وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بالتعاون مع بلديتي المكان غمراسن وتطاوين حتى تكون هذه الأشغال في مستوى انتظارات مواطني المنطقة ولا تعاد أشغالها مرات ومرات كبقية طرقات وأحياء تم التدخل فيها في وقت قريب. نأمل أن الإدارة على مستوى وكالة التهذيب العمراني وكيف وزارة التجهيز أن يتم إدراج معنا بلدية تطاوين في الجيل الثاني لتهذيب وتعصير الطرقات. عندنا أحياء ما زالت بيست للأسف هي في وسط المدينة. مشروع تعصير الطرقات البلدية هم 3 بلديات، بلدية تطاوين، بلدية غمراسن، بلدية السمار. الكلفة الجملية المشروع 8.5 مليون دينار. في ولاية تطاوين هذه الأحياء والطرقات كان لها الحظ الطيب حتى نالت هذه التدخلات. أحياء وطرقات أخرى تنتظر منذ فترة طويلة التدخل للصيانة والتهذيب. أمنيا أحبطت فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني محاولة تجتياز بجبنيانة من ولاية صفاقس شارك فيها 11 شخصا من جنسية إفريقية من بينهم طفلان وفق ما أفاد به اليوم المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العقيد حسام الدين جبابلي. وأضاف جبابلي أنه تم التنسيق مع منظمة الهجرة لإيواء المجتازين. نمر إلى سوق الحدادين الذي ظهر في حلة جديدة بعد عملية التزيين والترميم. كانت هذه مبادرة لعدد من الفنانين التشكيليين لتثمين المواقع التراثية في ولاية مدنينة. كانت جدرانه منهارة فرممت، أزقته كانت تميزها أكداس النفايات فركزت في أمكنتها أكسسوارات من الفخار، أبوابه لونت بالأصفر والأسود
وجدرانه تزينت وأصبحت لوحات فنية تميز تاريخ المكان وخصوصيته. هذا المكان هو سوق الحدادين بمدنين بعد تنفيذ مبادرة بلمتنا زين حومتنا. أول شيء اخترنا الكولر، شوية كولر اخترنا مع التيركواز واللون الأصفر بالنسبة للجدار وبالنسبة للبيبان وشبابك، وإضافات للزخرف البربرية، زخرف من تراثنا من علامات ورموز الموجودة في بلادنا، وركزنا أكثر حاجة أخرى على الشخصيات اللي عندهم رمزية. سوق الحدادين أقدم مكان في مدينة مدنين، أصبح من أجمل الأماكن التي يحلو العبور منه أو زيارته لالتقاط صور واكتشاف المكان. بدل وجهة السوق والسنتر هنا، زاد السوق والسوق هنا، تولي السوق هنا وهذا السنتر السوق. تولي يجي من بقعة يجي هنا. اليوم ولا حقيقة نظيف، ولا فمتلا معتها مظهر سمح. هذه البادرة أيضا سبقتها أخرى بصفة شخصية من الفنان محمد الكرمي بتزيين حيه نهج أغادير بمدنين لينال إعجاب المتسكنين. كانت أشغال شاقة خاصة في الترميم متاع الجدران، كان شافوا العباد تصور معنا كيفاش كانت الحيوت خاربة على الأخر. ومن بعد بدأت مرحلة الألوان، كانت البداية صعيبة شوية نظرا لعدم تقبل العباد الألوان في الجدران بتاعهم. الألوان سمحي الألوان باهي، ولت حية باهي وباهي، وماذا بيه الشوارع كله ولو هكي. الحمد لله يا ربي ولت حاجة سمحة، وإن شاء الله نحافظ عليها وإن شاء الله يمشي على منوالنا هكي. هذه البادرة في تحويل بعض الأماكن بمدينة مدنين إلى تحف فنية تساهم في استقطاب الزوار إليها وتزيد من جمالية مدينة مدنين وإشعاعها ثقافيا وسياحيا، خاصة منها الأماكن القديمة. إلى عالم المهرجانات، وللأغنية الشبابية حظ في السهرة الختامية لمهرجان نسمات المنصورة. هذا المهرجان الذي حاول خلال هذه الدورة الجمع بين الأصالة والمعاصر. سهرة شبابية غنى فيها الشباب ورقص وعبر عن شغفه بالموسيقى، ومع موسيقى الراب غنى الشاب سمارة في المنصورة من معتمدية كسرى في سهرة ختامية لمهرجان نسمات المنصورة، مهرجان حاول أن يستجيب لتطلعات شباب المنطقة. حفل الليلة حفل راب للشباب كما ترى، إقبال من مختلف الجهات، من الولاية المجاورة من القيروان، حفوز، الوسلاتية، مكثر، سليانة، حتى هناك من قادمة من تونس. هي سهرة نعتبرها ختامية بالنسبة إلى هذا الموسم. حاولنا تلبية كل الأذواق، حاولنا نشر الفرح، حاولنا إيقاظ النبض من أجل الحياة في هذه الأرياف التي تحتاج الفرح دائما. وقد حاولت هذه الدورة أن تستجيب لمختلف الأذواق والتطلعات من خلال برنامج يمتزج فيه البعد الثقافي بالتنموي حسب المشرفين عليه. وقفة ياسر مزيانة، ورا النجاح هذا إن شاء الله ديما يا ربي متألقين، إن شاء الله ديما فرحانين، وإن شاء الله ديما من حسن إلى أحسن. الحقيقة متنفس لجميع الأجيال. حضرت لشطار المهرجان بخسكة، عجبني التنظيم، عجبتني الحركة ذي الثقافية. اليوم نستناو في سمارة، جيناه من تونس ديجا باش نتفرجوا فيه. منطقة مزيانة برشا، وإن شاء الله نعملوا عرض به. أجلنا العرض لليوم باش يصير عرض مزيان إن شاء الله. تفاعل مع برمجة مهرجان نسمات المنصورة في دورته الثانية، والذي حاول أن يجمع بين الأصالة والتراث من أجل تأكيد ثراء المخزون التراثي والحضري في تونس. أعمال. وواكب جمهور المسرح الأثري بقرطاج ليلة البارحة سهرة فنية تونسية لبنانية بإمضاء الفنانة التونسية ألفة برمضان والفنان اللبناني مروان خوري، سهرة تزامنت مع الاحتفالات بعيد المرأة. ها
هذا الجمهور كانت النساء منه النجم الأبرز في حفل فني لألفة برمضان ومروان الخوري تسامن مع الاحتفالات بعيد المرأة. ولدي كورال مع ألفة برمضان هو اللي هدي لي تذكرة اليوم بنسبة عيد المرأة. أمور وحدي رجع لها شوية من التعب متاع عام كامل وتضحيات متاع عام كامل. ما فماش نهار سبيسيال الدليل الدليل عام كامل. جمهور كان من بينه سلة من الفنانين التونسيين على غرار الهادي حبوب الذي استدعته ألفة برمضان للغناء معها على ركح المسرح. وبالإضافة إلى الأغاني التونسية غنت ألفة برمضان لجمهورها أغان لفنانين عرب وأخرى من إنتاجاتها الخاصة. ألفة برمضان حفلتها الليلة باهية السهرة أي شيء عم كيف. الجزء الثاني من السهرة اعتلى فيه الفنان اللبناني مروان الخوري ركح مسرح قرطاج، وبعد ثنائه على المرأة التونسية خاطب أحاسيس جمهوره بكلمات مرهفة وموسيقى فيها الكثير من الحلم الرومانسية. اتحفنا بالرومانسية متاعه والحلاوة متاعه. كل القصايد من حلا عينيك. بهذا الصوت الرخيم أغنى مروان وهو يعزف على آلة البيانو باقة من الأغاني المعروفة لدى الجمهور مثل كل القصائد وغيرها من الأغاني الأخرى، والتي أبرز من خلال هذا الفنان مواهب التلحين والكتابة والعزف والغناء. نصل هكذا إلى ختام النشرة ونذكركم بالعناوين. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت ظهر اليوم عن قائمة المترشحين المقبولين أوليا للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها. زيادة ب25 مليون دينار في السقف الجملي لفوترة الخدمات المزدات للمضمونين الاجتماعيين في إطار اتفاق تعديلي بين وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية وصندوق التأمين على المرض. سوق الحددين في حلة جديدة تجمع بين اللمسات الفنية ورمزية الألوان والأشكال، بادرة لفنانين تشكيليين تثمن المواقع التراثية في مدنين وتستقطب الزائرين لها. ويمكنكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. في الختام إليكم مني أجمل تحية وإلى اللقاء.